مصطفى ميسوري رئيس الغرفة الفلاحية. كاين 6 ديال النقاط اللي ناقشناهم. النقطة الأولى المصادقة على مشروع محضر الدورة السابقة، المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2023، المصادقة على مشروع ميزانية 2023، تقدم حالة الموسم الفلاحي الحالي والتدابير المتخذة من طرف الوزارة اللي العرض ديالو غيديروا السيد المدير الجهوي للفلاحة مشكورة، حصيلة برنامج الحماية الاجتماعية بالجهة ومعيقات تنزيل البرنامج. كما كيعرف الجميع بأن هذا الورش الملكي مهم جدا اللي من خلاله جات معنا حاضره معنا اليوم السيده المديره الجهويه ديال الضمان الاجتماعي اللي دارت العرض ديالها واللي كان لقى واحد الاستحسان كبير مع الساده اعضاء ديال الجمعيه العامه. والنقطه السادسه هي حصيله برامج التمويل الفلاحي وبرنامج انطلاقه بجهه فاس مكناس اللي من خلاله تم العرض ديال الاخوان ديال القرد الفلاحي اللي داروا واحد العرض قيم، ومن خلاله تم هو كان واحد التواصل كبير بينه وبينهم وبين الساده اعضاء الجمعيه العامه اللي لقاو واحد الاستحسان كبير حتى هو. الاخوان كلشي كيتسارى للحصيله ديال السنه الفارطه. هي دارت بزاف ديال الانشطه، انا نذكر من خلالها غير واحد عدد قليل. كانت تنظيم سلسله لقاءات اقليميه تشاركيه مع اعضاء الغرف الفلاحيه، تنظيم اجتماعات اقليميه مع المدراء الاقليميين للجهه، تنظيم 5 ايام تحسيسيه بالشراكه مع المديريه الجهويه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستشاره الفلاحيه والمديريات الاقليميه ديال الفلاحه، تنظيم 10 ايام تكوينيه لفائده الفلاحين ومربي الماشيه بالجهه، تنظيم ندوه بمناسبه اليوم العالمي للماء وندوه المياه، تنظيم ندوه بمناسبه اليوم العالمي للمراه القرويه. المراه القرويه قوه دافعه لتحقيق الامن الغذائي والرخاء الاقتصادي. مشاركه الغرفه الفلاحيه بالمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المنظم من طرف جهه فاس مكناس، مجلس جهه فاس مكناس مشكوره. اقتناء وتوزيع 10 معدات تسمين النباتات الطبيه والعطريه، اقتناء وتوزيع تقريبا 41 من معدات جني الزيتون لفائدة التنظيمات المهنية، اقتناء وتوزيع 150 سهريج مائي مجرور بسعة 2000 لتر للسهريج. وايضا كانت واحد اجتماعات مطولة على دور السنة كيقوم بها المكتب ديال الغرفة ديال جهة فاس مكناس اللي من خلاله كنوصلوا دي ميساج لجميع الاقاليم باش نعرفوا الهموم ديال الفلاحة. وكما كيعرف الجميع انني برلماني في الغرفه الثانيه ديال المستشارين اللي من خلاله يعني كنهزوا يعني كندافعوا يعني انا رئيس ديال الغرفه الفلاحيه لجهه فاس مكناس، ومن خلاله كنترافعوا على الفلاحه في قبه البرلمان مع السيد وزير ديال الفلاحه ولا السيد وزير الداخليه اللي من خلاله كنشكروا جزيل الشكر السيد وزير الداخليه ومن خلاله السيد والي ديال الجهه والساده عمال الاقاليم على المجهودات ديالهم وعلى المكابه ديالهم على الفلاحه والدفاع ديالهم على الفلاحه. يعني حنا كمغاربه داخل المملكه المغربيه كنعرفوا بان المحامي رقم واحد ديال الفلاح هو سيدنا الله ينصرو اللي دائما هز الهموم ديال الفلاحه، ومن خلاله هذا البرنامج اللي مازال كنأكد عليه البرنامج ديال التغطيه الصحيه خلاله اللي الفلاحه غيستافدوا منها ان شاء الله واحد الاستفاده اللي غتكون جد جيده بالنسبه ديال لاسينيسيز ولا بزاف ديال الحوايج. غير في التنزيل ديال هاد البرامج راك عارف ديما في التنزيل ديالهم كيكون شويه ديال المعيقات، ولكن الحمد لله جاوا معنا المديرين اليوم وكان كيتسائلوا يعني دوك الفلاحه كيسولوا الاعضاء ديال الغرفه الفلاحيه والاعضاء بدور ديالهم كيسولوا المدراء الجهويه باش كياخذوا اجوبه، وحنا دائما اذن صاغيه لجميع المتدخلين. والله ينصر سيدنا وشكرا جزيلا. شكرا على المشاهده. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.